يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة بداية الأسبوع السبت الموافق 10 ديسمبر 2022. طبعا مفيش أحسن من حلاوة البدايات، وبما أننا مقبلين على بداية عام جديد، فالواحد يمكن من أهم الأهداف اللي الناس أو الواحد بيحطها في بداية أي عام جديد قرارات العام الجديد. وقرارات العام الجديد دي دايما هنلاقيها لدى الغالبية العظمى من المصريين أو من المواطنين كمان في كل أنحاء العالم، بنلاقي اللي هو الواحد عاوز يبدأ بداية جديدة ويبدأ يخلي شكله كويس، فيبتدي ينتظم في الجيم تحديدا. وده منطقي جدا، لأن الرياضة بشكل عام هي مفيدة للجسم، سواء من الناحية الشكلية أو كمان من الناحية الصحية. مفيش طبعا أحلى ولا أحسن من حلاوة البدايات والقرارات الجديدة اللي الواحد بيبتدي اللي هو يعملها كده في ليستة بداية العام. لكن للأسف أكتر من 60% من الناس اللي بتاخد القرار ده تحديدا، وهو قرار الانتظام في الجيم، وفقا للإحصائيات والدراسات ما بتروحش. ليه ده بيحصل؟ لأننا بنبقى واقعين في ظاهرة، الظاهرة دي بتسمى لدى علماء النفس بتأثير البدايات الجديدة، ودي يمكن ظاهرة بتخلي الشخص يتخيل إن مع بداية العام الجديد في صفحة اتقفلت وصفحة تانية هتتقفل أو هتبدأ، أو في حد فاصل ما بين عام مضى وعام جديد هيبدأ. لكن في حقيقة الأمر كمان القرار ده بيكون موجود مع بداية عام جديد، علشان الواحد يقدر اللي هو يعني يتجاهل فشل الماضي، ويبتدي اللي هو يحط أهداف جديدة، علشان كده بيكون الإقبال دايما كبير جدا في بداية أول شهر من يعني شهور السنة الجديدة، وهو تحديدا شهر يناير. وتدريجيا كده بنلاقي بيبتدي أعداد الناس المقبلة على صلاة الجيم اللي هي تقل، وده بيحصل تحديدا في بداية الصيف. وبنلاقي كمان ان ده بيحصل مش بس في بداية العام، لا، بيحصل في بداية الصيف، بيحصل احيانا في بداية المواسم، بيرتبط احيانا في يعني وجود مناسبة ما لدى الشخص. لكن دايما بنلاقي ان في وجود فجوة ما بين النية او السلوك. طيب ليه صعب تحويل النوايا الى افعال وسلوك حقيقي؟ يمكن السؤال ده تحديدا هنجاوب عليه في فقرة النهاردة في صباح الخير يا مصر، وهي فقرة مخصصة بده، لأن دايما النية بتكون موجودة والنية دايما بتكون خير، وعاوزين اللي احنا ننتظم في الجيم ويبقى عندنا يعني جسمنا رياضي أو فت زي ما بيتقال، لكن أغلبنا للأسف بيفشل. إحساس طبعا بالفخر، يعني لو هنتكلم بقى على الناس المميزة أو الناس اللي بتبتدي تنتظم في الجيم، فبيكون عندهم إحساس بالفخر لما بيحققوا الأهداف بتاعهم. لكن كمان الإحساس ده بيزيد لما الناس تبتدي تتعامل معاك في صالة الجيم من يعني منطق اللي انت واحد من العملاء المميزين. لكن تخيلوا كده اللي انت تكون مميز لكن بشكل سلبي، لأن أغلب الشركات أو أغلب يعني صالات الجيم تحديدا بتبتدي تتعامل مع الناس اللي زي حالاتي كده، اللي بيدفعوا اشتراك الجيم لكن ما بيروحوش بشكل منتظم، بيبتدوا اللي هم يتعاملوا معاهم ان هم ناس من العملاء المميزين، او تاني اكتر ناس مميزة في صالات الجيم بعد الناس اللي بتبتدي اللي هي تدفع فلوس كتيرة قوي في يعني البي تي او الشخص اللي بيدربك بشكل برايفت تحديدا، لان هم دول بيدفعوا فلوس كتير قوي لبرامج التدريب، فدول بيبقوا في المرتبه الاولى. لكن تاني اكتر عميل مميز في صالات الجيم هو بيكون الشخص اللي بيدفع فلوس وللاسف ما بيروحش، لان ده بيكون صاحب دخل كبير لصالات الجيم. واحب اقول لحضراتكم يعني لحضراتكم ان الواحد حس بفخر بعد سنين من دفع اشتراك الجيم وفي الآخر ما بيروحش، لكن بيصنف من العملاء المميزين. وطبعا اللي هيبص على يعني البنيان الجسدي ليه هيقول ازاي انت عميل مميز؟ عميل مميز من وجهة نظرهم علشان انت ما بتروحش، فانت صاحب إفادة او بيستفيد منك بشكل كبير جدا، لان مفيش خدمة بتاخدها نظير المبلغ اللي انت بتدفعه. والدراسات الأمريكية تحديدا قالت ان تاني افضل عميل في الجيم بعد العميل اللي بيشتري البرامج التدريبية الغالية جدا ده هو الشخص يعني اللي بيدفع الفلوس وما بيروحش. وهو ده سؤالنا النهاردة في حلقتنا في صباح الخير يا مصر. لما حضرتك بتروح الجيم وتشوف الناس اللي بتنتظم في التدريب، ايه الشعور اللي بينتابك او بتحس بايه؟ وتاني سؤال، ليه بندفع
فلوس الجيم وما بنروحش؟ هو ده سؤالنا النهارده في حلقتنا من صباح الخير يا مصر، اللي هنبتدي اللي احنا يعني نشوف تعليقات حضراتكم عليه، وهنناقش الموضوع بشكل علمي وشكل مفصل اكتر من خلال يعني فقرتنا المميزه في هذه الحلقه النهارده بمشيئه المولى عز وجل، ونقدر اللي احنا نتعافى من يعني الاعراض النفسيه اللي احنا زي ما بنقول ان الواحد ليه دايما الفلوس بيدفعها وما بيروحش، لان في برضو دراسات خاصه بعلماء النفس بيقولوا ان الشخص اللي بيدفع الفلوس ده هو بيدفع الفلوس رغبة منه في فكرة الاحتفاظ بالمال، مش كونها فلوس بتدفع أو اللي هو بيحتفظ بالمال عفوا، لكن هو كونه بيحتفظ بنيته في الذهاب للجيم، فهو بيدفع الفلوس يعني أملا إن شاء الله أن الواحد هيقدر اللي هو ينتظر. على أي حال هنقرا تعليقات حضراتكم النهاردة على مدار الحلقة ونعرف إجابتكم على سؤالنا النهاردة للواحد، يعني لما بيروح الجيم ايه الشعور اللي بينتابه لما بيشوف الناس اللي هي بتروح الجيم دايما، وكم مره دفعت اشتراك الجيم وما روحتش؟ بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.